وانا كانش عندي عربيه اساسا، انا ملاكي دي كنت حطها على اورتي يعني، انا من الغربيه عادي. اسكتي بقى اسكتي. حسيت بنعمه الصحه وحسيت بنعمه الاهل ونعمه امي، خلاص يعني اليوبيل الذهبي داخل عليا. اشتغلت اول ما اتخرجت مضيفه ارضي في المطار، وبعد كده اشتغلت في شركة مالتي ناشنال، اشتغلت سيلز، كنت ببيع حاجات يعني، مش هي شركة كبيرة مالتي ناشنال. وبعد كده قلت مش عايزة ابيع، انا مش عايزة يبقى عندي تارجت، ومش عايزة ابقى اشتغل دي، حسيت انها لود. فروحت قدمت في الاي ار تي ونجحت في الاي ار تي، قدمت مع نفسي ولوحدي، عشان كده بابايا كان فخور. وكل الشغلانات اللي انا اشتغلتها دي انا لوحدي اللي روحت قدمت فيها. كنت انزل اقول له يعني، انا فاكره ان انا اتخرجت وقلت له انا هركب القطر هروح اقدم في شغلانه طالبين ناس في المطار. قال لي المطار؟ وانا كنت صغيره لسه متخرجه عندي 22 سنه، وهو كان بيخاف علينا واحنا بنات بس. قال لي المطار، مطار القاهره هو ده؟ الحاجات دي مش عايزه وسايط. قلت له لا، ده اعلان في الجورنال. قال لي طب روحي، ده بتقدم في المطار. رحت ورجعت قبلوني. قبلوكي ازاي؟ قبلوني. كنت ادخل اي انترفيو واروح بقى ايه، الاقي شعور صفرة بقى وجامعة امريكية وكده، وانا خريجة طنطا يعني انا اداب طنطا وش، وبعدين اروح بقى الاقي بيركنوا عربياتهم وانا جايب القطر، مش حاجة يعني. بس كان عندي ثقة في نفسي وعندي اعتزاز بنفسي، وعمري ما كنت اتكسف ابدا ان انا اقول. انا لما رحت اشتغلت في المطار كنت انا فاكرة انه كان في حد، واحدة بتشتغل معايا كانت من 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 بلد ما يعني، من محافظة ما، ومكانتش بتقول، كانت تركن عربيتها بعيد علشان كان مكتوب عليها ملاكي كذا، وانا كانش عندي عربية اساسا، انا ملاكي دي كنت حطها على اورتي يعني، انا من الغربية عادي، هي ما كانش عندها. فقولها طب ما انت عندك عربية يعني، ده انت ايه اللي يكسفك يعني؟ تقولي لا ما احبش حد يقول عليا كلمة. طب ويقول ليه؟ ايه اللي يخليه يقول؟ انا كنت اعتز جدا ان انا من طنطا وجاي من طنطا وكده، وكنت اقول عادي. فانا ادخل بس يعني، عمر ما حد ضايقني ولا كده، فانا ادخل مثلا واخرج ناجحه لوحدي. ليه؟ لان انا كنت ببقى داخله عندي باشن وعندي شغف، ويعني ايه اركب القطر وانزل وادب المشوار ده كله وارجع ساقطه؟ يعني ايه؟ لا انا لازم انجح، وبعد كده اشوف اذا كنت اشتغل ولا ما اشتغلش، ونشوف بقى بعد كده. فما ارجع لبابا يقول له ايه انا نجحت، يقول لي نجحتي؟ هو بقى سايبني اروح يمكن اسقط. اقول له اه. يقول لا البنت نجحت، البنت نجحت يا ابتهاج، طب هنعمل فيها ايه؟ نوديها نوديها كده. كل شغلانه اقدم فيها انجح الحمد لله، لغايه ما رحت طبعا هقدم مذيعه، اللي هو جبت النمره بالسنترال اللي هو 140 نمره الاي ار تي، بدور كده انا عايزه اجي اقدم عندكم مذيعه. لا ما احنا مش محتاجين. طب هتحتاجوا امتى؟ لما نبقى نحتاج نكلمك، ابقي هاتي السي في بتاعتك. فاللي هو في يوم كنت لابسه حلو ومتشيكه وكنت في القاهره، قعدت ادور على عنوان الاي ار تي ورحت وديت السي في بتاعتي. فوانا داخله بالصدفه لقيت حاجه بتاعت 250 بنت، وبرده شعور صفرة كتير. انا ما اعرفش شعور الصفرة ده، كنت بقول ايه كميه البنت اللي شعرهم اصفر دول؟ وبعدين ده بنات بتوع اعلانات، انا عارفه شكلهم، ايه ده؟ انبهرت بقى. هم دول ايه؟ قالت لي دول، هو انت امتحنتي قبل كده؟ قلت لها لا. قالت لي ما انت جايه ليه؟ قلت لها جايه اقدم السي في. قالت لي اصلا يعني انت ده دول تصفيه، ده كان مقدم 5000 واحده. قلت لها طب ما اعرفش انا جايه كده بالصدفه يعني، وربنا بقى. فهي السكرتيره شافت فيا حاجه، انا مش شافت ايه، بصت لي كده قالت لي طب ثانيه واحده، وقامت داخله الاوضه اللي بيمتحنوا فيها المذيعات. قام فتح الباب واحد بص عليا كده قال لها خليها، وساعتها ما خدوش من ال 250 دول غيري انا واحده كمان. بصي انا الحمد لله انا ما فيش شيخ كبير من الاسماء الرنانه في مصر الا وانا اشتغلت معاه وعملت معاه حلقات وسلسله حلقات كبيره. لو في مشكله انا مش دايما اقول لهم ايه يعني، انا هو الشيوخ يعني مش مضطرين يشتغلوا معايا وانا مضايقاهم يعني، يعني لو في شيخ مضطر ما هو مليون شيخ. فكل الاسماء المحترمه الكبيره العظيمه كلهم عملوا معايا سلاسل حلقات واشتغلوا معايا سنين وسنين. مفيش حد مثلا مشي من البرنامج زعلان وقال مش عايز اشتغل مع دعاء تاني، بالعكس
حتى الاسماء اللي انا ما بشتغلش معاها دلوقتي دايما على تواصل ودايما بيتصلوا بيا ونفسنا نرجع نشتغل معاكي تاني، لانه احنا بنخاطب العقل، ولان انا احنا مش بنعمل حديث الروح بتاع زمان اللي هو الشيخ بيطلع يقول الحديث ويشرحه وبيروح، لا احنا بنتكلم في مواضيع اجتماعيه ولازم يعني نفتح ونسال ونتناقش. في سوره في القران الكريم اسمها المجادله او المجادل، ده سيده جادلت النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونزل فيها يعني سوره قرانيه. فيعني ايه الحرام في كده؟ احنا بنسال علشان نستفيد في الاخر، مش عشان الناس تقول لك اسكتي، هو انت طالعه تتكلمي انت وهو انا بناقشه، والله انا بناقشه في الاخر، بنطلع الراي، كل الاراء لازم تطلع على الوجه يعني، والناس تشوفها وتستفيد في الاخر. الاستفاده للمشاهد، هو هم مش عايزين، هم عايزين راي واحد. طب على فكره في اكتر من راي، لا قولي لنا راي واحد. طب واجيب لكم راي واحد منين اذا كان هو في فعلا اكتر من راي؟ فانا بجتهد، انا ربنا يحاسبني لو انا ما عملت الشغل على اكمل وجه، وانا بشتغل على اكمل وجه، وانا بتناقش في الموضوع بفصصه حته حته. فانا مش مستنيه ارضي حد على حساب الاتقان في العمل. كل الشيوخ الفاهمين عارفين كويس قوي انه بيبقى عن فهم وعن درايه، مش عن تمسك برايه وخلاص ابدا. الموضوع لا، الموضوع عن فهم وعن درايه وعن بحث وعن اسئله، وببقى عارفه انه يمكن يكون ده راي الشيخ الفلاني الفلاني هو بينتصر لهذا الراي، لكن انا ببقى متاكده وعارفه ان في اراء اخرى كثيره ممكن تتقال وممكن تظهر، وممكن ما الراي اللي هو قاله ما يناسبش حد، انما في اراء تانية تناسب الاخرين، والفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والاشخاص والظروف. دي قاعده فقهيه معروفه، انه ممكن اللي حضرتك بتقوله ده ما يناسبش ناس كتير، والشرع اتاح ليهم اراء اخرى، فليه نقول راي واحد وكلهم متفهمين وكلهم فاهمين وكلهم الحقيقه على راسي من فوق. اهم حاجه انه الموضوع بيبقى باحترام شديد، من غير، هو مش جدال للجدال، لا هو الجدال او نقاش علشان نوصل لكل الاراء المطروحه. علاقة حلوة جدا، لانه انا شفت انه السوشيال ميديا دي لغة العصر، وان انا لو ما كنتش واكبت لغة العصر دي انا كان زماني اوت خلاص. الدنيا بتتطور، انا في التلفزيون لجيل الامهات والجدات والبعض الستات اللي زي، انما في جيل ولادي وجيل اجيال صغيره وشباب وكده، لو انا ما طلعت لهمش كده نطت لهم بوب اب كده على السوشيال ميديا مش هيعرفوني. انا الحمد لله واصله لحتى الاطفال عارفيني، فالبنت صغننه تقول لها بنشوف دي فين، فتقول لها بنشوفها في الموبايل يعني انا بشوفها في الموبايل، فهو خلاص. فدي لا، السوشيال ميديا دي لغه العصر، واحنا خلاص احنا كمذيعات في التلفزيون بقينا نقيس، خلاص نقيس نجاح الحلقه بعملت قد ايه على السوشيال ميديا، حتى لو انا متشافه على الارض وعلى طبعا والبرنامج متشاف وكده، بس برضو انا بقيس خلاص، بقى ده وحده قياس انه انت من الحلقه دي عامله مشاهده قد ايه او عامله كده. كتير بس انا ما بسكتش، ونفسي اسكت بصراحه يعني. اسكتي بقى، اسكتي. في حاجات عجباني وحاجات مش عجباني. السوشيال ميديا زي ما قلت لك بقت عالم منفتح هيوج، بنتعلم منها، وممكن اتعلم من واحده ست قاعده في كم مش عارفه ايه في اخر الدنيا، عامله طبخه صغيره كده فتعجبني فتعلمها عادي. الدنيا اتفتحت، السوشيال ميديا دي مفيش حد خلاص بقى واصي على حد انه يقول لك انت تشتغلي انت ما تشتغليش، لا يا حبيبي، ده من اوضه نومها وهي قاعده كده في الاوضه بس تعمل كونتنت محترم. في بنوته دايما بستشهد بيها اسمها ياسمين علي، مطربه، صوتها حلو قوي، دي غنت في اوضتها يعني، حطت الموبايل كده وغنت، بقت مطربه مشهوره. ايوه نفارق ناس، مطربه مشهوره بتعمل حفلات مثلا وكده. في بقى على كل المستويات، على كل المستويات. احمد امين
هو طلع من ايه؟ هو عمل كان بيعمل فيديوهات 30 ثانيه. فالسوشيال ميديا فتحت ابواب وابواب رزق ومجالات وشغل وادت للمواهب يعني الفرصه ان هم يفرضوا نفسهم من غير ما حد يقول انا اللي ساعدته وانا اللي فتحت له باب الشهره وباب المجد. لا، هو المجد جاله لغايه عنده في اوضه النوم وهو قاعد كده مظبط الكاميرا وايه وبيقول كلمتين ام عامل ملايين المشاهدين. فدي يعني السوشيال ميديا دي ميزتها انه ما فيهاش واسطه، الناجح هيوصل. طبعا في النص وانت بتفتحي الباب كده بيقوم داخل لك ايه شويه تراب على شويه يعني في شويه الهواء ممكن يخش معاهم شويه حاجات كده انش ويجري ومش عارفه ايه الحاجات دي، ما علينا يعني مش مشكله. انما الحلو بيفرض نفسه، ممكن الوحش يظهر ويعني وياخد كده بس يعني برزقه بقى ما اعرفش. يعني دي حاجة انا مش عارف انظر، محبش انظر يعني اصلي مش عارفة ايه خلاص حظهم ورزقهم اتفتح لهم، ربنا صرف لهم شوية رزق خلاص اتفتح لهم ابواب رزق خلاص مش بتاعتنا، هم اشتغلوا وعملوا حاجة وفي الاخر انت الناس هي اللي هتختار. يعني انا ليه اقعد اتفرج على كونتنت مثلا سيء؟ خلاص انت يعني انا مش عايزة اشوفه بقفله. وفي والكونتنت الكويس والمحترم بيفرض نفسه وبينجح وبيوصل من غير ما حد يساعده. شويه بقى حاجات كده منغصات، استقطاع الكلام من في بعض المواقع، تقولي حاجه حلوه جدا وطويله وعريضه يقوموا شايلين اليمين وشايلين الشمال ومنضفينها. عارفه انت اللي ايه الحلاق اللي بيسيب حته كده، هو شال كل الشعر وعامل غرفة دي كده، هما يطلعوا لك كلمة كده ملهاش لازمة ملهاش لازمة كده، يقول لك هي قالت كده، لا هي ما قالتش حاجة، كان في شهر كامل كان في باروكة كاملة حضرتك قصتها وسبت عرفة ديك. فهو كده المشكلة دلوقتي هو استقطاع الكلام من السياق، وإنه يقوموا جايبين تصريح على لسان فلانة إنها قالت كذا وهي قالت قبلها كلام وبعدها كلام. كنت عندي عدم اتزان بس طول، اكتشفت ان الموضوع بتاع عدم الاتزان ده موجود وبتيجي لناس كتير، بس ممكن يقعد مثلا في حد ممكن يجيله يوم ممكن يجيله يومين، انما انا جالي بشكل سيفير لمدة شهرين ونص او ثلاث شهور سيفير بيجرالي كده، وحسيت ان انا مش عارف اقعد. انا كنت عاملة زي البيبي لو قعدتي يقع لو قعدتي يقع. حسيت بنعمة الصحة وحسيت بنعمة الاهل ونعمة امي ربنا يخليها لي يا رب، انها واقفه في ظهري وسنداني والحمد لله عدت. انه حرام عليكم انتوا ازاي بتحتفلوا بحد والامهات اللي توفوا والموضوع قاسي والموضوع كده، هو محدش هيخلد، فمفيش امهات هتخلد، ربنا يخليهم لنا ويحفظهم بصحتهم لاخر يوم في عمرهم، بس مش هيخلدوا ولا احنا هنخلد. فانا يعني مش هحرم ام من انها ولادها يحتفلوا بيها وهي على وش الدنيا عشان في امهات توفوا. ما هي اللي توفت دي ولادها كانوا بيحتفلوا بيها برضو ودقت طعم حلاوه الاحتفال بيها، فانا ما احرمش حد عشان حد تاني. معلش دي الدنيا هنعمل ايه؟ هي الدنيا كده هنفضل كده لغايه ما نموت. طول الوقت قناعاتنا ممكن تتغير من بمرور السنين، او انك حد يقنعك بحاجه فتقتنعي مش عيب. يعني هو اصل احنا مش يعني مش في اسمنت هنا خرصانه ومسلح، في اقناع وفي طرق كلام وفي حاجه تقنعك فتقولي موافقه وفي حاجه يعني مش طول الوقت لازم تغيري قناعاتك. ممكن تبقي مقتنعه بحاجه تطلع بعد كده غلط، مش مقتنعة بحاجة تطلع بعد كده صح فتقتنع بيها. فمع تغير القناعات عادي يعني ما فيهاش مش عيب، يعني مش عيب ايه المشكلة؟ يعني الناس بتبقى في كفار بقوا من كبار الصحابة، يعني ايه المشكلة؟ يعني ساعات بشوف نفسي كبرت ساعات بشوف نفسي عجزت، بعدين الناس تقعد تقولي لا 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 ولا باين عليكي سنك ولا باين كده، بس مش هنهزر يعني خلاص، يعني اليوبيل الذهبي داخل عليا فأكيد كبرت أكيد كبرت. يعني بشوف نفسي مش زي ما كنت وأنا صغيرة وأنا كده،
بس انا بحب نفسي الحمد لله وبحترم نفسي، يعني من النوع اللي اتربينا على اننا نعتز بنفسنا وما نسيبش حد يضايقنا ولا يقول لنا كلمه ولا يهنا ولا كده. فانا الحمد لله انا بشوف نفسي ناجحه، بس ما بتركنش على النجاح خالص، لان لو ركنتي على نجاح عملتيه شكرا هتقومي واخده النجاح وواقعه وموقعه الحيطه اللي وراكو. لازم طول الوقت تفضلي تشتغلي تشتغلي عشان تعلي على نفسك في النجاح اللي قبل كده. لو قعدتي ايه ده، على فكره انا معروفه، على فكره انا متشاف، على فكره برامجي مكسره الدنيا، لا لا روحي يا حبيبتي، روحي نامي يا ماما، عشان كل يوم بيطلع عليكي مليون حد يسحبوا مش يسحبوا البوصه، مش هتلحقي بوصات ايه في ثانيه، في ثانيه انت مش هتبقي موجوده لو ما طورتيش نفسك كل يوم وفضلتي كده مصحصحه. اقعدي يعني مش احسن من مليون حد قعد وما كملش وخلاص. لا طبعا بنتقد نفسي كتير، بيني وبين نفسي مش قدام حد، وانا انتقد نفسي انا. لا يعني الواحد لما بيوصل، الواحد طول الوقت حاسه ان انا ممكن تاني ابقى احسن من كده انسانيا وام كام وكزوجه ودينيا طول الوقت طول الوقت، مش ما عنديش حاله الرضا اللي هو انا على فكره ليس في الامكان ابدا ممكن اعمل ايه اكتر من كده، ما انا عملت كل لا 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 لا، طول الوقت ناقصني حته وعايزه اكملها. واصلا هو الانسان ناقص هيفضل طول عمره ناقص ما في الكمال لله وحده، ففكره الرضا انك تبقي راضي عن نفسك تماما دي لا. العصبيه، انا عصبيه، انا عصبيه وحمائيه، بس بصي يعني يمكن اكون هديت شويه ممكن خلاص بقى اروح فين بقى تاني، بقيت ست كبير. بس لا بس انا حمائيه حمائيه، يعني اي حد ممكن كلمه تجيبني وكلمه مش هاديه كده ومش راسيه ومش بارده، امنيت حياتي ابقى بارده، نفسي ده طموحي، ده طموحي نفسي ابقى انسانه بارده والناس تقول لي حاجه ابقى عاديه كده وبصلهم. لا طبعا لو حتى ببصلهم كده في غليان جوايا هفرقع كده، فعشان كده وخلي بالك ان اللي بيكتم في قلبه ده مش صح، عشان كده بخرج فاي حد يمشي من قدامي السعادي، لان انا بخرج وما بكتمش حاجه في قلبي وما بزعلش واحزن وانام زعلانه ليه، انا زعلانه ليه ببعبع طول الوقت، ما بوقفش ان انا عندي يعني عندي احلام طول الوقت، يعني عندي مثلا طموحات على مستوى ولادي على بيتي على شغلي على حياتي على مستوى اي حتى دينيا انسانيا، يعني عندي احلام وطموحات كتير، وكل ما اخلص حبه يطلع لي تاني، عارفه انت ما يعني مش خلصنا بقى وقعدنا، لا لا في كتير، يعني كل ما تخلصي بيطلع لي تاني احلام تانيه، وكل ما وصلت لها دي كانها ما جاتش ويطلع لك احلام تانيه. فطول الوقت الواحد لو عارفه لو بطلنا نحلم نموت خلاص، وانت طول الوقت طول الوقت عايزه تعيشي تحدثي وتكبري ده طموحات مشروعه جدا.